السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه أمل المانيا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم شباكيه ناجحه 100% مع جميع النصائح باش تجيكم ان شاء الله شيشه ومعلقة وشربه العسل ان شاء الله تابعوا معي المقادير تابعوا معي جميع المراحل ان شاء الله باش تحصلوا على شبكية ناجحه 100% اول حاجه ان شاء الله غادي ندوزو للمقادير غادي نوريهم لكم مزال حبيبات يعني الحوايج اللي مازال غد ما تتحنوش. غادي نوريهم لكم القياس ديالهم شحال خديتهم قبل ما نطحنهم اللي من بعد غادي نمشيو ان شاء الله لمرحله نطحنوه مرحله نطحنهم ان شاء الله غادي نحتاجوا في المقادير الكيلو ديال الفورس زائد سلافه يعني كيلو ورابعه ديال الفورس يكون ممتاز غادي نحتاجوا كذلك معلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه انا وريتهم لكم هنا حبيبات قبل ما نطحنوهم غادي نحتاجوا كاس ديال الزنجلان وكاس ديال اللوز قبل ما نطحنوا هذا غادي نحتاجو كذلك صفر بيضة ما غاديش نديرو البيض لانه كيطلق لينا الرغوه في في ديالنا غادي نستعملو معلقه صغيره ديال الخميره الحلويات وراس المعلقه ديال خميره الخبز ومعلقه صغيره ديال القرفه وكذلك شويه ديال الكوزه وهنا كاس ديال زيت العود وبالنسبه للزبده انا كنستعمل 250 غرام ديال الزبده كتعطيني كاس, كاس يعني زبده نوازيت يعني يعني كنعبر منها كاس ملي يعني كندوبها كنعبر كاس الأولى خمسه الحبات ديال المسكه الحره يعني هي اللي كتعطينا التعليكه لا ديك ديالنا وكاس ديال ماء الزهر الكاس ديال ماء الزهر كنقدروا نديروا فيه شويه ديال الزعفران الحر نقدروا نرقدوا فيه شويه المهم هادو هما المقادير اللي استعملت حبيبات ندوزو ان شاء الله نطحنهم بالنسبه للنافع وحبه حلاوه انا طحنتهم هنايا في المولينيكس ولكن ملي كطحنيهم ضروري انت نضيف لهم واحد المعلقه ديال يعني من هذاك الفورس اللي عندي باش كيطحنوا ليا مزيان حتى كيولوا بودره يعني باش يطحن لك مزيان في المولينيكس كنضيف له معلقه ديال الفورس باش كيطحن بنفس الشيء كنستعمل كذلك زنجلان حتى هو كما كتشاهدوا ضفت له معلقه ديال الفورس وهانتوما كيفاش خرج تبارك الله كيكون كي رطب بزاف يعني كيخرج رطب مزيان لانه ما كانش الزنجلان والنافع مطحونين مزيان ما كتنجحش معنا الشباكيه كتبدا تقطع علينا في في فاش كنورقوها بالمدلك يعني خاصنا نطحنوهم مزيان انا هذا طريقه كنديرها انا يعني كنضيف لهم الدقيق ديالهم غير من هذاك اللي كنستعمل كنضيف فيه معلقه ولا جوج حتى كيطحن مزيان بالنسبه للزبده كنستعمل رابعه ديال الزبده يعني ميتين وتكون ممتازه يعني الزبدة مزيانه كان حتى كتبدا تغلى واحد شويه حتى كتولي نوازيت يعني هاديك الرابعه عطاتني هاد الكاس من صفيتها عطاتني كاس الرابعه دف... خليتها تغلات شويه حيد من الحليب والماء ديالها عطاتني كاس هنا بالنسبه للمقادير كما كتشاهدوا من بعد ما طحنتهم يعني كما كتشاهدوا خليت لكم الصوره ديالهم اضافه الى معلقه كبيره من الخل انا ما ذكرتهاش ما تكثروش بزاف من الخل لانه كيكسر لنا الشباكي ديالنا ويخليها تهرس وتفرتت بالأحسن معلقه كبيره كافيه اول مرحله كندير انا حيت انا الشبكية ديالي ما كندلكاش دي يعني الطريقه ديالي ما كندلكاش دي هو انني كنغربل كل شيء جميع النواشف كنغربلهم ونخلطهم بالكاس ديال الزبده والكاز ديال الزيت ونبقى غير نخلط فيها وندلكها بالكف ديالي غير حتى كيتخلط ليا داك الدقيق مزيان ويشرب ليا الزبده تقريبا كنخليه ليله كامله بايت حتى الصباح اللي كتكون باش تسهل عليا العمليه غدا كنفرغي كان كنخلطها بالماء الماء والخل ما الماء والخل وما الزهر صافي وكنعجنها وديك الساعه ندوز المرحله الثانيه المهم هنا كتسهل عليكم قضيه وانكم كتكون القضيه عندكم سهله غير كتنوضوا غير كتبداو ديك الساعه عندكم غير التشباك تلاهوا مع التشباك وتقليوها وتعسلوها هذيك الساعه يعني النهار الاول كتلاهوا في الطحين توجدوا كل شيء تقادوه وترملوها وتح... بالزبده والزيت وتخليوها يعني غير ترملوها تحاولوا تشدوها بال... ملي كيتجمع لكم الدقيق كما كتشوفوا كيتجمع يعني راه كي... يعني كيبقى تلكو غير بالكف هكاك حتى كيتجمع لكم الدقيق كتحسوا بها راه شربات الزبده يعني كتبدا تشرب لكم الزبده وتشرب لكم الزيت صافي خليوها غير هكا من بيتوها ليله كامله يعني اللي ما بغاتش تبيتو يمكن لكم كذلك تعجنوها في نفس النهار لانني انا بعض المرات كنديرها نفس النهار غير دابا ما عنديش الوقت مع الدري الصغير صافي كنحاول نبيتها كننقص عليا الخدمه صافي هنا من بعد ما باتت ليله كامله كنعبر كاس ديال ماء الزهر وكاس ديال الماء فيه شويه ديال الزعفران الحر والمعلقه ديال الخميره وخميره الحلويات كنضيفهم حتى النهار الاخر يعني ما كنبيتهمش مع العجينه ديالي يعني وكنضيف كذلك الصفر البيضه والمعلقه ديال الخل هادشي كامل كنضيفو في النهار الاخر يعني من بعد دفيت دفيت الكاس ديال الماء وكاس ديال الماء الزهر دفيتهم مزيان باش يذوبوا لينا الزبده اللي كانت في اللي في العجينه نديرو ندفو شويه الماء ونضيفوا كذلك معلقه ديال الخل والبيضه نعاودو نضيفوها للعجين ديالنا والخميره والخميره الحلويات حتى هي كنضيفوها للعجين يعني غير السوائل بوحدهم اللي كندفيهم وكنخلطوا العجين ديالنا وبالنسبه للماء يعني كيبقى على حساب العجين واش كيشرب كي ولا لا يعني على حساب الكيك ديالكم واش كيشرب كي يعني انا استعملت كاس ديال الماء كاس ديال ما الزهر ومن بعد ملي كنت كنعجن فيها زدت كاس اخر يعني قزت ليا جوج كيسان ديال الماء مع كاس ما الزهر المهم نتوما كتشوفوا عينكم ميزانكم في القياس ديال الماء المهم العبار الاول هو الكاس ديال الماء كاس ديال المزهر يعني المزهر ما كنبغيش نعجنها به لانه كيقصح لينا العجينه ضروري ما تعجنوهاش بالمزهر كامل لانها كتقصح لينا العجينه بزاف هنا من بعد غير خلطتها كتشوفوا غير خلطتها في البواطه يعني ما عجنتها ما دلكتها ما والو جبت الروبو ديالي يعني ممكن نديروها في الروبو ممكن تخليوها هكاك يعني الا يعني خليتها ترتاح راه صافي راه بحال مدلوكه يعني ما محتاج كاع دلكوها صافي يعني هنا راه ما مدلوكاش كتشوفوا فيها كيما ما كتشاهدوا راه ما ما والو والعجينه تبارك الله راه مرطبه وحيت ليله كامله يعني صبحات رطبه ومقاده المهم انا جبت الروبو ديالي باش يسهل عليا الخدمه يعني الا بغيتو تزيدو تلكوها مزيان وجيت يعني جيت يعني ناجحه يعني انا كنزيد نديرها في الروبو باش كتجيني ساهله كنشد هذيك العجينه ديالي اللي خلطت يعني باش نتاكد باللي راها مزيانه كنزيدها الا ما بغيتوش ديروا الروبو غير تعجنوها تخلطوها ديروها في بلاستيك وخليوها حتى ترتاح صافي قسموها وخليوها حتى ترتاح صافي بداو تخدموا مباشر يعني ما تحتاجوش كاع الروبو يعني انا كنستعمل الروبو المهم بديت كنطحن بشويه بشويه كنقطعو طريفات صغار ونطحنها صافي ونخليها يعني اللي عندكم الروبو ما كاينش غير ديروها في خلطوها وديروها في الميكا يعني راه حيت بيتوها ليله كامله راه كافي يعني راه بحال مدلوكه المهم كما كتشاهدوا العجينه ديالي رطبه يعني ما نتوما كتشوفوا قياسكم يعني عندكم ميزانكم في الماء ما تكثروش ليها الماء يعني ما تكونش العجينه قاصحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف تكون بينو بين وما تكونش تلصق يعني ما تكونش كتلصق لكم في القصريه في ايديكم تكون العجينه شاده راسها وقاصحه يعني ما تكونش قاصحه بزاف تكون عادي كما كتشاهدوا راه هي العجينه رطبه رطبه وماشي قاصحه بزاف المهم هنا من بعد ما كامله طحنتها عاود جمعتها وقسمتها كويرات صافي جم... خليتها في بلاستيك غذائي وخليتها حدايا حتى شويه غير بين لما ارتاحت لي العجينه وبديت كنطلقها نطلقها بالمدلك كنطلق كويرات ديالي شويه بالمدلك صافي وكنعاود نديرها بحال شكل مسمن يعني كنعاود نتني نديرها على شكل مسمن باش تجيني العجينه ديالي مرقة وتجي فيها بحال دوك الفوقاعات ملي كتبغي طيب لكم كتجي العجينه منفوخه فيها بحال منفوخه لكم في دوك الفوقاعات ديال اللي كيشربوا لينا العسل المهم انا كنديرها بحال شكل مسمن كنطلقها بالكويرات ديالي بالمدلك ونديرهم بحال شكل مسمن انا داك الكويرات كاملين صيبتهم على شكل مسمنات غير تلقي بالمدلك عادي يعني ماشي ضروري تورقيها يطلقيها بالمدلك تطلق مزيان وحاولي ديرها بحال المسمنات اثنين الاطراف ديالهم بثلاثه صافي تناو تخليها في البلاستيك تطلق من بعد ما كتطلق لكم العجينه كتعاودوا تطلقوها بالمدلك صافي وتحتاجوا هنايا غتحتاجوا الماكينه ديال الوراقه ديال الحلوه يعني اللي غتخصكم ديروا اللي ما بغاش يدير الوراقه يدير غير غير المدلك صافي يعني ماشي ضروري الوراقه ضروري ماشي ضروري يعني ديروا غير المدلك صافي هنا من بعد ما طلقت العجينه ديالي داك المسمنات اللي صايبت هنا بدات كما كتشاهدوا العجينه ديالي ما كتلصق ما والو ما دايره ما ما حتى شي حاجه هنايا رطبة يعني كتلعبي بها كيما بغيتي العجينة ديالي رطبة يعني ماشي رطبة بزاف وماشي قاصحة بزاف هنا ماشي رطبة وماشي قاصحة يعني العجينة كتلعبي بها مزيان باش كتعرف العجينة راه ماشي رطبة كيما كتشاهدو هانتوما كتلعبو بها كيما بغيتو يعني مكتلصق ما والو يعني تنيوها مكتلصقش على بعضياتها وماشي قاصحة بزاف يعني خاصكم نتوما تشوفو قياسكم في ايديكم كيما كتشاهدو هنا العجينة ديالي لينة يعني لينة العجينة هنا باش كتعرفو العجينه أنا من بعد ما بديت كنورق فيها كنورق بالوحده بالوحده وكنحط باش كنعبر يجوني جوني قد قد كنصايب وحده وكنبدا نعبر بها الاخرين باش يبقاو لي الجوانب غير شويه ما كنخليش الجوانب بزاف كنبدا نعبر بوحده بالوحده كما كتشاهدوا العجينه كتمشي بحال لاستيك يعني ماشي كتلصق ملي يعني كنحيدها كتمشي كامله يعني ما ماشي ما كتلصقش لي العجينه مع بعضياتها ودابا هنا دايره وحده فوق وحده باش كناخد العبار باش يجوني تقريبا هنا تقدري تصايبي حتى جوج ثلاثه اربعه في نفس الوقت يعني باش تسهلوا عليكم تشباك. من بعد كندوزو نطبعو الشباكيه ديالنا انا كنستعمل الجراره ما كنبغيش نستعمل المطابع ديال الشباكيه لانه ما كيجيبوش لنا الشباكيه مزيانه كنرتاح للجراره كنحسب كنستعمل... كن واحد جوج ثلاثة أربعة الخامس كنقطع يعني ديما كنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة والخامس كنقطع باش تجيني الشباكيه قد قد نتمنى ان شاء الله تكون العمليه ديال الطبيعه تكون مفهومه ومن الاحسن تخلو شويه تقريبا شي سنتيمتر ونصف في ما بين التقطيعه والتقطيعه باش تجيكم قد قد باش تجيكم الشباكيه شي صغير وشي كبير كما كتشاهدوا الشباكيه ديالي ما كانت ما والو يعني كتقطع يعني بكل سهوله بالنسبه للناس اللي كيستعملوا اللي بغى يستعملوا الوراقه ديال العجين يعني خاصهم يديروا النمره صغيره باش تجيهم العجينه رقيقه وما تجيهم الشباكيه ديالهم غليظه بزاف خاصهم يديروا يستعملوا النمره اللي كتكون فيها الوراقه ديالهم رقيقه انا عندي دابا استعمله النمره سبعة لان يعني عندي النمره سبعة هي اللي رقيقه عندي في العجين هي اللي كتورق لي العجين في هذا القياس يعني نتوما غتشوفوا فين كاين فين فين ضيقه لكم الوراقه يعني غادي توقفوا في النمره ديالها تبقاو مستعملينها ديما يعني هي اللي مشيت عليها قياس واحد باش تجيكم حتى الشباكيه في قياس واحد يعني بلا ما نبقاو تبدلو وتعاودوا يعني خليوها على القياس اللي يكون ضيق رقيق انا عندي النمره سبعة هي الرقيقه في الماكينه ديالي وكل ماكينه والبروغرام ديالها انا غنشارك معكم كيفاش ورقتها في الوراقه كما كتشاهدوا طلقتها بالمدلك والقياس غير قياس عادي يعني ماشي طلقتها مزيان يعني الا بغيتي تطلقوها غير بالمدلك راه مزيانه يعني تورقوها بالمدلك راه العجينه يعني غدا معكم مزيان يعني ما كتخسر ما والو كما كتشاهدوا العجينه في الورقه كتخرج ما كتقطع ما كتفرتت ما والو يعني العجينه ناجحه مئة في 100% يعني كتلعبي بها كما بغيتي كما كتشاهدوا العجينه ما كتخسرش ما كيخسر ليها والو والسر في هذا هو انها بيتها البارح شربات القامه ديالها شربات الزيت شربات الزبده يعني العجينه بحالة دلكتيها يعني ملي درتي لها ديك المرحله بحالة دلكتيها يعني ما تحتاجش تدلك بزاف وهنا نحاول نشارك معكم الطريقه ديال التشباك كيفاش طبعتها يعني كما قلت لكم كنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة الخامس كنقطع ويكونوا يعني الاطراف يكونوا متقادين متساويين باش تحصلوا على الشباكيه تكون قد قد ومن بعد انا كنهز الطرف يعني كان بالنسبة للتشبة كانت نهز الأول ونطلق الثاني وناخد تاني الثالث ونطلق الرابع وناخد الخامس يعني كان غير في صبعي كيما يعني كما كتشاهدو كان غير في صبعي كان جمع هدوك الطريفات الأولين كان جمعهم كما كتشاهدو يعني كيولو لي ثلاثة الطريفات في صبعي يعني واحد هزة والاخر طالقة من بعد كنجمع هدوك الطريفات على بعضياتهم كرمي واحد فوق واحد يعني ثلاثة كرميهم على بعضياتهم صافي كنحطها في الطبلة أنا حاولت هنا نشارك معكم لأن المقطع مشالية من بعد ما درت الطريفات فوق بعضياتهم صافي حطيتها وجمعتها من الجنب يعني ونضغطوا على الجوانب صافي وهي تشكلات معنا يعني الطريقه سهله الطريقه القديمه اللي كيستعملوا والدينا يعني يمكن لكم ديروا نتوما الطرق اللي بغيتوا المهم انا هذه الطريقه كنستعملها غير في صبعي يعني كنهز الاول ونطلق الثاني وناخذ الثالث ونطلق الرابع وناخذ الخامس وكنثني هذوك الاطراف الثلاثه على بعضياتهم يعني كندير واحد فوق واحد صافي طريقه سهله صافي وكنجمع هادوك الجوانب الاولين باش ما معايا في القلي كما كتشاهدوا كنضغط عليهم مزيان صافي ونحطها في الطبله وكيبقى لي الطرف الاخر كنجمع كندورها به يعني هو اللي كيجمع ليا الشكل ديال الوريضه ديالي صافي وكنضغط على هادوك الجوانب صافي ضغطوا عليها مزيان باش ما تحلش معكم في القلي حاولوا تسدوها مزيان بيديكم باش ما تحلش هنا كما كتشاهدوا الشكل النهائي ديال الوريضه ديالنا كتكون وريضه زوينه يعني نتوما يمكن لكم تستعملوا الطريقه اللي بغيتو يعني كاينين بزاف ديال الطرق يعني انا كنبغي نستعمل طريقه واحده في الشباكيه باش تجيني شكل واحد ما كنبغيش نوع ندير هذا الشكل وندير هذا يعني الشباكيه تمشي على شكل واحد يعني نتوما تقدروا الطريقه اللي ترتاحوا ليها هي اللي تستعملوا انا كنرتاح لهاد الطريقه كتجيني سهله والطريقه القديمه ديالنا كما كتشاهدوا هنا الوريده ديالي صغيره يعني الشباكيه ماشي كبيره بزاف يعني متوسطه ما كنبغيش نديرها صغيره بزاف ما نديرهاش كبيره بزاف يعني نديرها متوسطه باش كيبان الشكل ديالها يعني حتى تحطيتيها في الطبله كيكون باين الشكل ديالها ماشي صغيره ومشي كبيره يعني ديريها متوسطه يعني صغيره عادي كيكون القياس ديالها صغيور وكيكون حلوه كتكون زوينه في الشكل وفي المنظر يعني حاولت نشارك مع البنات اللي يلا بادين يعني المبتدئات اللي يلا بادين وبيصيبوا الشباكيه وخايفين منها يعني ميخافوش يعني الشباكيه راه الطريقه ديالها سهله يعني غير بنادم غير ويصيبها نحاول نشارك معكم تقريبا آه العجين ديالي كامل يعني كيف كيف عجنته كيف كيف كيستعمل في الوراقه كيف كتشاهدوا في الوراقه كينزل بطريقه سهله يعني بوحدو يعني ما نسيتو ما والو يعني وما كتقطعش لي العجين ما كيخسر لها حتى شي حاجه يعني العجينه ناجحه 100% يعني جربوا الطريقة اللي درت أنايا وإن شاء الله غادي تنجح معاكم وبالنسبة للعجين خاصة كنضيف له واحد شوية ديال الملح أنا راه نسيتها يعني الملح كندير شوية ديال الملح كما كتشاهدوا العجين العجين ديالي يعني كيتلعبي به كما بغيتي يعني زوين أو ماشي ما كتفرتت ما والو وما قاصحاش بزاف وما رطبهاش بزاف يعني ما تخليوهاش ثاني رطبه بزاف خليوها بين وبين در... ولا قصحتوها العجينه يعني كتجي لهشيشه وكتجي رطبه ومقرمشه يعني كتجي زوينه كما كتشاهدوا العجين ديالي انا حاول نشارك مع البنات كاملين باش تشوفوا العجين ديالي كيف داير أه وهنا آه كملت العجين ديالي كما كتشاهدوا خليته كينشف تقريبا غير كتكملي العجين ديالك تدوزي للقلي يعني كتلقاها كتخليها حتى كتنشف مزيان صافي يعني انا خليت العجينه ديالي حتى نشفات يعني كاين اللي كيبغي يبيتها يعني انا ما بيتهاش هنا كتنشف ليا مباشره صافي كنمشي نقليها بالنسبه للجوانب اللي كيبقاو لينا هذوك الجوانب اللي كيشيطوا لينا كنشدهم كنجمعهم كويرات كنخليهم في بلاستيك وكان وكنعاود نطلقهم حتى هما بحال شكل مسمنه كما كتشاهدوا ومن بعد كنصايبو كنصايبو بحال شكل مسمنه كما كتشاهدوا وكنخليوهم يرتاحوا واحد شويه كنعاود نطلقهم بالمدلك ونديرهم في الوراقه يعني باش ما يضيعوش ليا ذوك الجوانب اللي كيبقاو حتى هما كندير لهم نفس الطريقه باش ما يضيعوش يعني هذه الطريقه اللي كنستعمل انا كما كتشاهدوا اخواتي العجينه ديالي نشفات مزيان يعني ضروري تخليوها تنشف يعني مباشره غير تكملوا العجينه ديالكم في التشباك دوزوا لعمليه القلي كتلقوها نشفات يعني كتلقاوها صافي هي هذيك الشكل ديالها ناشفه يعني يمكن لكم تلعبوا بها كما بغيتوا تهزوها تحطوها ما كتخسرش لها الشكل ديالها غادي نحتاجوا ان شاء الله في عمليه القلي العسل اللي كنت حضرت معاكم هذا يعني انا حأوت حضرت واحد اخر لان يعني العسل اللي كنت حضرت معاكم هو اللي صيفط به البليغات يعني صيبتو بنفس الطريقة اللي حضرت يعني الرابط تلقاه في صندوق الوصف ديال العسل راه كاين في الفيديو السابق المهم العسل انا ما كنخليهش قاصح بزاف باش يشرب ليا باش تشربوا ليا الشباكيه لانه الا قصحتوه بزاف ما كتشربوش الشباكيه وبالنسبه للزيت كنديروا زيت غزير وكنخليوه يسخن يعني ما تسخنوش بزاف يعني خليه غير متوسط باش ما ترميش فيه غير الشباكيه غير ترميو فيه الشباكيه وبدا بدات تحمر لكم الجوانب ديالها يعني بدات تحرق من الجوانب خلو الزيت تكون نار متوسطه يعني ما هابطه حتى لتحت وما مجهدهش حتى للفوق يعني نار متوسطه المهم كتخليو الزيت يغلي يسخن شويه وكترميو فيه الشباكيه انا الشباكيه كنرميها كن ما كنحركها ما والو يعني ما ديروش كميه بزاف باش ما يخسرش لكم الشكل ديال الشباكيه ديالكم يعني عمرو كتعاد تعمر لكم الجميله اللي عندكم وصافي يعني الا بقيتو تزاحموا وتكثروا بزاف الشباكيه غير كتدخل الزيت طاب يعني وكيخسر لها الشكل ديالها وكتبدا تهرس يعني خليوها بهكا ما تمسوها ما والو غير الا بانت لكم شي وحده تحمرات حاولوا تقلبوها بشي اما قتيب ولا شي فورشيط ولا شي حاجه دغيا تقلبوا بها يعني بلا ما تخسروها باش ما تعواش لكم الشباكيه ديالكم وهنا الجنجلان انا درتو يتحمر باش من بعد منين نكملها نزينها من به المهم هنايا غادي نشارك معكم عمليه القلي كامله باش تشوفوا الشباكيه كي بالزيت في الزيت حتى كنخرجها كما كتشاهدوا انا هنايا غير بدات كتحمر كنقلبها بالفرشيط يعني بشويه بشويه وكيما كتشي هادو كتبدا كتنفخ يعني كترميها كتبدا تنفخ وكتدير هذاك الفوقعات يعني دليل على انها بحال بحال يعني رانا ما دالكا ما والو كتعني بحال ولكن حتى الروبو راه كيعاون في الدليك صراحه المهم هنايا انا خليتها كتقلى هي كتحمر كتاخذ واحد اللون ذهبي يعني ما تخليهاش تحمر بزاف باش ما توليش غير كدير في العصير راه كيتغير ثاني اللون ديالها يعني غير كتحمر كما قلت هادو هي الشباكي ديالي من فوق هاو كتولي فيها هادوك الكويرات يعني فوقاعات كيولوا فيها وكتكون تبارك الله هشيشه وما كتهرس ما والو انا يعني غادي دح... نشارك معكم عمليه القلي كامله غادي تشوفوا ما كتهرس لا في العسل لا في لا في الزيت يعني ما كتهرش ليا كاع الشباكيه صافي غير كتكملوا القليه الاولى كتحطوها في العسل كديروا تاني القليه الثانيه يعني كما كتشاهدوا كترميوها بشويه بشويه, بشوية باش ما تخسرش ليكم صافي وغتبعو نفس المراحل يعني تخليوها تاني تطيب وتاخذ تاخد الوين دهبي غير كت# كتخليو الآخر لاخرى مرقدة في العسل حتى كطيب لكم هاد القلية يعني لاخرى كنخليها مرقدة في العسل كتشرب العسل مزيان ومن الأحسن ما متخليوهاش بزاف خليوها تتكمل القلية هذه من بالكم هذه هاد القلية طابت صافي حيدوها هديك تاني خليوها تسقطر من العسل يعني إلا خليتوها تاني في العسل بزاف راه ما يعني خليوها في العسل تتشرب العسل وصافي غير نكمل كنكمل الشباكية ديالي في القلي كنمشي نحيدها من العسل كنخليها تسقطر لما كتشاهدوا كنحاول نخوي على العسل من الفوق اولا تقسموا العسل على جوج وتديروا انا دابا هنا ما كنحركهاش غير كنهز العسل وكنرميها فوق منها اولا قسموا العسل على جوج وخويوه فوق منها يعني ضروري ديروا هاد الطريقه ولا تحركوها هكا كتدخل في العسل صافي ولا قسموا العسل على جوج وبداو تخويوا فوق منها صافي هنا غنخليها مرقده في العسل ونمشي نخليها تطيب لي هاد القليه غير كنشوف هادي تحمرات كنمشي نحيد هاديك من العسل صافي كنتبع على هذه المراحل حتى كنسالي الشبكه ديالي كامله كما كتشاهدوا ما كنحركهاش تشاهدوا انا حاولت نشارك معكم الطريقه ديال القلي ديال الشباكيه ديالي يعني باش نحصل على شباكيه ناجحه يعني بلا ما تكون مهرسه ولا يخسر لها الشكل ديالها ولا تهرس ليا في الزيت ولا تهرس كذلك في في العسل يعني حاولت نشارك معكم جميع الاسرار اللي استعملت انايا في الشباكيه ديالي المهم كما كتشاهدوا الشباكيه ديالي يعني ما تهرسات لي في القلي ما تهرسات في الزيت يعني الشباكيه غير بهاد يعني ما غير بهاد الطريقه اللي استعملت انايا ما تهرسات لي ما والو يعني ما كنقيسها ما كنقرب ليها حتى شي حاجه كنبقى غير نحرك الكامله بشويه حتى كيدخل فيها الزيت وتحمر ونحاول نقلبها بشي فورشيط ومن بعد في الزي في العسل كنقسم العسل على جوج كنخوي عليها باش ما نبقاش نحركها ما تبقاش تضغطي عليها تعجني تدخلي تدخليها في, في العسل باش كتبقى تدخلها في العسل حتى كتهرس يعني غير ضرميها في العسل ومن بعد خوي فوق منها العسل ضروري يكون العسل كثير باش تعسل مزيان وتشرب العسل مزيان والعسل يكون عادي ما يكونش ثقيل بزاف باش ما مت... باش ما تهرسش ليك أه وانا كندير واحد الطريقه اخرى من بعد ما كنعسل تشرب العسل ديالي كامل كناخذ واحد زلافة تقريبا ولا زلافة ديال العسل كنعاود نردها طيب بحال كنصايب الناباج كنعاود نردها طيب واحد شويه حتى كت... كيتقل هذاك العسل كت... كيتغلى هي كتولي تغلى واحد شويه فوق البوطه كيغلى صافي ملي كيبرد راه كيولي بحال شكل الناباج كما كتشاهدوا الشكل ديالو يعني هاد العسله اللي طيبت يعني باش نزوق بها الشباكيه ديالي وهذه عندها دور زوين هو انها كتخلي لنا الشباكيه بين في العسل ويبقى قابض فيها العسل يعني كنخويها على الشباكيه ديالي كامله وهي كتسقطر كنبقى نخوي عليها ومن بعد كنزينها بالجنجلان بالطريقه العاديه يعني كنديروها في الجنجلان يعني تقدري ديري الجنجلان دابا كي كتبرد ولا ديريه حتى كتبغي تتفيها في بواطا. يعني في بواطه يعني كتحتفظوا بها غير في شي بواطه وغير في الكوزينه عندكم ما كديروها لا في الثلاجه لا في والو انا ما كنديرها لا في الثلاجه لا في والو كتصبر ليا شهر ديال رمضان وكتبقى مازال يعني ما كتخسر لها حتى شي حاجه يعني ما دير ما كنديرها لا في الثلاجه لا في حتى شي حاجه المهم كيبقى العسل شاد فيها هذا هو هذا الدور ديال هذه العسله الاخره يعني كتبقى تبري وكيبقى عندها منظر زوين وكيبقى شاده العسل وهي تبارك الله كتجي تشارب العسل ورطبه وهشيشه كما كتشاهدوا في الصور كتجي تبارك الله شاربه العسل وكتجي هشيشه ورطبه ولذيذه صراحه ما تبعوش منها لان الشباكيه مقومه بالقوام ديالها اللوز الجنجلان يعني فيها القوام ديالها كامل كتجي تبارك الله بنينه يعني شباكيه هماويه كنتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق وكنشكر بزاف البنات اللي كيتابعوني وكيدعموني باللايك وبالكومونتير ديالهم مزيانين وزوينين شكرا بزاف لكم كنتمنى كذلك من البنات اللي كيدخلوا القناه ديالي الاشتراك في القناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تفصلوا ان شاء الله دائما بالجديد وكذلك للدعم والضمان الاستمراريه وبالصحه والراحه وعواشركم مبروكه